يسأل الأخ السائل عن حكم المال المكتسب من الدروس الخصوصية. المال المكتسب من الدروس الخصوصية حلال إذا أمنت التوابع، بمعنى أن لا يكون يكرم الذين يدرسون عنده دروسا خصوصية من أجل دراستهم عنده، أو لا يكون مقصرا في أداء الحقوق إلى أهلها، أعني أنه لا يدرس جيدا، لا يدرس جيدا من أجل الإرهاق الذي وقع فيه، من أجل الإرهاق الذي أصابه بسبب الدروس الخصوصية، ويزال المدرسة ينام هناك.